عيون النساء مملوءة بالأسرار، يعني في ناس أقدر من خلال كده عيونها أعرف هي بتحبني، هي بتكرهني، هي خايفة، هي مبسوطة، هي سعيدة، هي متشائمة، هي قرفانة مني ومن اللي خلفوني. أقدر من خلال لغة العيون إن أنا أستشف حاجة زي كده، ولكن الموضوع بدرجات. في عوامل هيترتب عليها الترتيب في حلقات أو في حلقة النهاردة، منها درجة الانفعال، العصبية، التحكم في المشاعر والنفس، القدرة على المراوغة، أو إن أنا أداري كأنثى يعني اللي جوايا، درجة الإحساس عندي عالية أوي ومشاعري متحكمة فيا أوي، ردة الفعل بتاعتي سريعة أوي ولا ممكن يعني أخد وقت. عوامل كتير عشان ما اطولش عليكم واوجع دماغكم هيترتب عليها يعني تصنيف الاناث معانا في حلقة النهاردة. فتوقعوا بقى، كل انثى تتوقع كده يعني برجها هيكون في المركز الكام، وانثى اذكى شوية او رجل حتى يقول لنا المركز الاول. وطبعا برحب بيكم وبرحب بالجديد وبقول له عرفنا بنفسه برضه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وقولوا يا رب في التعليقات الحلقة دي ما تتقلد او تتسرق، وقفوا في ظهري بقى، انتم عيلتي وجمهوري، لازم نحمي بعض. يا ريت قولوا يا رب كده ان هي ما تتسرق. وتعالوا بينا نبتدي اكتر 7 اناث صعب عليك وعليا وعلى اي حد ان هو يفك طلاسم العيون دي. في المركز السابع حد توقع هي ملكة الرزانة والعقلانية، انثى برج الطور، واحدة من الاناث اللي مش سهلة عليك ان انت تترجم لغة عيونها او ان انت تعرف عيونها. عيون مرهقة، ما احنا في حلقة النهاردة عيون الاناث اللي هتكون معانا مرهقة محيرة، ما تقدرش ان انت يعني تفك طلاسمها او لوغاريتمات حتى بسرعة، لانها متحكمة في نفسها والمشاعر عندها مش اوفر. خلي بالكم هي دي من ضمن الاسباب، وردة فعلها مش سريعة، ممكن تاخد وقت، ودرجة الانفعال تقدر ان هي تعمل كنترول على نفسها حاجات كتير. عشان ما اطولش عليكم نعلى نخش في الجد اكتر. وعلى فكرة المركز الاول هيكون مفاجأة ليكم كلكم اللي هيتوقعوا يعني ذكي جدا جدا، لان اعتقد كتير جدا مش هيتوقع مين الانثى اللي هتتصدر الترتيب في حلقة النهاردة. الفارسة العنيدة في المركز السادس، هل الفارسة العنيدة انثى برج الحمل من الاناث اللي صعب عليا انا رجل حتى او امرأة ان انا اقرا او افك الطلاسم دي؟ شور اوف كورس، اكيد جدا صعبة جدا جدا، لان انثى برج الحمل رغم ان هي انثى ناريه، والمعروف ان الابراج الناريه يعني رد فعلها بيكون سريع ورتمها سريع، ولكنها قادره على التحكم في نفسها، عندها سنه مراوغه على صغير كده. صحيح في ابراج تتفوق عليها في الموضوع ده، واسباب تانية مش عايز اوجع دماغكم هتخليها تيجي معانا في المركز السادس. رجاء لو شايفين الحلقه دي مفيده ممتعه ندوس لايك توصل لبقيه اصدقائنا، وتعالوا بينا بقى نخش على خماسي خط النار، الخمس نساء اللي بتتصدر الترتيب والمركز الخامس. بعيد عليها او جديد عليها ان نلاقي المراه الحديديه في المركز الخامس في حلقة النهاردة، تعتبر من نساء القمة ومن النساء المتعبة والمرهقة والصعبة واللي وسع ما انتش هتقدر ان انت تقرأ او تترجم عيونها بسهولة، متحكمة جدا في مشاعرها جدا. ولو حبت ان هي تلف وتدور صحيح عفوا مش زي الميزان مثلا، ولكن برضو يعني عندها قدرة لا بأس بيها، وحاجات كتير برضو مش عايز أطول عليكم، تجعل من المرأة الحديدية ملكة متوجة تجلس على عرش المركز الخامس. أنثى برج الجدي معانا في المركز الخامس، رباعي خط النار، الأربع نساء اللي بتتصدر الترتيب، فارسة أحلام الشباب في المركز الرابع، وبتحتل المركز ده وبتضغط بقوة قوي على الـ3 نساء المتصدرة، لان هي قريبة قوي منهم في الترتيب، فوارق كتير قوي بتفصلهم عن بعض. انثى برج العقرب يعني متحكمة جدا في المراوغة واللف والدوران والتبارد، وممكن تكون بتموت فيك وتظهر العكس والعكس صحيح، وده سبب من ضمن اسباب كتيرة قوي. وردة فعلها ممكن تتحكم فيها، وممكن تتحكم في درجة العصبية بتاعتها، حاجات كتير قوي هتخلي العقربة تيجي معانا في المركز الرابع. الـ3 الأوائل، وتاني بقول المركز الأول مفاجأة، مين بيتوقع؟ مين بيكتب في التعليقات؟ أنا مدمن قراءة تعليقاتكم وبقرأ كل التعليقات. في المركز الثالث العسل،
أنثى برج الميزان، دي بقى أستاذة ورئيسة قسم، دي من نساء القمة، ضاغطة بقوة كبيرة على صاحبة المركز الثاني والأول، لف ودوران، تظهر عكس ما تخفي، ما يغركش أبدا. الميزانية وحاجات كتير أوي، ما أناش عايز أطول عليكم، برضو هتخليها تيجي معانا في المركز الثالث وتخدعك. وهنا دي من اول او من النساء اللي ممكن تخدعك، يعني ممكن انت تعمل نفسك ابو العريف وفاهم وتقدر ان انت تترجم لغة العيون. مع الميزانية ممكن تخدع، خادعة هي في النقطة دي، ممكن تهيأ لك اللي هي عايزة تهيأه لك وتحسسك ان انت عبقري زمانك، وانت خدت الرياكشن الغلط او الاحساس الغلط. وهنا قوة العسل انثى برج الميزان. تاني بقول الموضوع محير، مين هيكون المركز الأول؟ حد بيكتب العذراء، قنبلة الذكاء في المركز التاني. خلي بالك بقى، في كتير بيخضع يعني بساطة وسهولة وطيبة وتسامح أنثى برج العذراء تحديدا، ولكن هي المشاعر عندها مش اوفر، هي ردة الفعل عندها مش سريعة، هي متحكمة فوق ما تتخيل في مشاعرها، وحاجات كتيرة قوي تخليها تيجي من نساء القمة في حلقة النهاردة، تزاحم بقوة صاحبة المركز الأول اللي أنا مش هقول عليها دلوقتي غير لما أتكلم شوية عن قنبلة الذكاء أنثى برج العذراء، بتتصارع بقوة على المركز الأول، وكانت ممكن إن هي تقاسم صاحبة المركز الأول في حلقة النهاردة عليه. والعذراوية صعبة قوي وممكن تخدع قوي حالها حال الميزانية في الموضوع ده، تفتكر نفسك ان انت يعني عرفت اللي محدش عرفه. مع العذراوية انت في خطر، او انت تحت يعني طائلة اللي انت ممكن تتخدع، او ان انت ممكن يعني انثى برج العذراء دائما من الاناث اللي انت صعب صعب عليك قوي تفهمها إلا بعد زمن طويل ومعاشرة طويلة، وإذا هي ما تكلمتش وأباحت أنت صدقني هتحط علامات استفهام كتيرة قوي، وهيكون صعب جدا عليك إن أنت تترجم إيه الحالة اللي هي بتمر بيها. الزعيمة بقى متصدرة الترتيب رقم واحد، اللي بتجلس على عرش كل النساء في الموضوع ده، اصعب انثى عليك وعليا وعلى اي حد ان انت ان هو يقدر يترجم ويقرا لغة عيونها، مرهقة مرهقة جدا ومعذبة جدا وقاتلة جدا في الموضوع ده. حد توقعها؟ هي الانثى صاحبة القوة الناعمة الصارخة والضاربة، انثى برج الدلو الهوائي، ملكة الروقان، ملكة الهدوء. الدلوية بتتصدر التصنيف والترتيب. أولا المشاعر عندها مش أوفر، متحكمة جدا في نفسها، متحكمة جدا في ردة فعلها، متحكمة جدا في التحكم في النفس أو في درجة الانفعال أو العصبية بتاعتها. كمان عندها قدرة على المراوغة إن لزم الأمر. بالله عليكم أنثى فيها كل الصفات دي مش هتستحق المركز الأول. وبجدارة وكده نكون خلصنا حلقتنا، اكتبوا لي آراءكم، أنا مدمن زي ما قلت على قراءة تعليقاتكم، واللي نسي يدعم الحلقة بلايك لو شايفينها تستحق ندوس لايك توصل لبقية أصدقائنا وأي حد تاني على الفيسبوك نصاب، اوعوا تصدقوه أي حد تاني غير محمد أبو زيد فيسبوك أو يوتيوب بتشوفوا حلقاتي عنده ده كذاب ونصاب، اوعوا تثقوا فيه. احنا عندنا لايف النهاردة على الانستجرام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، وعلى الفيسبوك بعده بساعة الساعة 11، والروابط دي كلها في وصف الفيديو وفي التعليقات، يعني لو انت على الفيسبوك هتلاقيها في التعليقات، لو انت على اليوتيوب هتلاقيها في وصف الفيديو. وعندنا قناتين تانيين، قناة للكرة اللي بيحبوا الكرة، وقناة تانية اسأل محمد وعيلته للفضفضة. اتمنى من كل الناس اللي بتحبني واللي مش هتنزعج لو شافتني اكتر من مرة في اليوم ان هي تنضم للروابط دي، 3 دقايق بس ادخل كده، ولو انت عندك الحسابات دي تشرفني جدا، وانا احب جدا ان عيلتي تكون معايا في كل مكان. والى اللقاء، وان شاء الله تصبحوا على خير وسعادة وأمان وسرور. يلا بقى تصبحوا على خير.